تفتكروا لو اتعمل كافيه للفتيات فقط لا غير هيكون لونه ايه؟ ويا ترى ايه الحاجات اللي هيكون بيقدمها، يعني المشاريب اللي هيكون بيقدمها والاكلات اللي هيقدمها. الفكره اتعملت فعلا في القناطر على ايد واحده اسمها لميس محمد، درست التجاره في جامعه عين شمس وعندها 24 سنه. بعد الفاصل هنتقابل على الملف الاجتماعي، وبمناسبه الفتيات فقط احنا بنطرح النهارده سؤال في الفقره بتاعتنا، هو هل تعترف بالصداقة ما بين الرجل والمرأة، وخصوصا في مجتمع شرقي محافظ زي المجتمع المصري؟ هنعرف بعد ما نشوف طبعا الفاصل، وهننتظر مشاركتكم عن طريق الفيسبوك او عن طريق الاتصالات التليفونية. هنتابع دلوقتي تفاصيل الكافيه بتاعت البنات بس في تقرير سارة الكامل، ونرجع بعد الفاصل الاعلاني. اوعوا تروحوا في اي حتة. جات لي من ان احنا هنا عندنا في القناطر عامه ما فيش اماكن خروج خالص للبنات، يعني عشان نعرف نخرج لازم نخرج بره، يعني نروح القاهره. فالفكره جات لي من هنا، يعني ان يبقى في حاجه خاصه للبنات، ومش بس كده، ان يبقى حاجه للبنات عامه في المجتمع، مش بس كافيه بيقعدوا ياكلوا ويشربوا فيه، فهو مكان بنات بس، كل حاجه فيه بينك وكيتي اللي هو الحاجات اللي البنات بتحبها، حتى اللي شغالين في المكان برضو بنات. بالرغم من ان انا بدرس في جامعه عين شمس، بس الفكره عجبتني جدا، فكره كافيه بنات بس، وقررت ان انا اشتغل هنا، وابتديت ان انا احب المكان وان انا اكرس وقتي ليه ومذاكرتي بس. احنا بنقدم كذا انشطه، في يعني القرايه، البنات بتحب القرايه، في ان احنا بنعلم الرسم، في فن النحت، وفي بنعمل كمان كورسات تنميه بشريه، ودي بتكون فور فري. اتفقت مع بنات اداره الكافيه ان احنا ازاي نعمل ورش عمل لتعليم الرسم وتعليم الحلي وتعليم الخشب، حاجات تنفعهم بعد كده في البيت. احنا اتفقنا ان هي تبقى مشاركه مجتمعيه، اولا دي مجانيه ما فيش فيها فلوس خالص، بدون مقابل، لتعليم الطلاب ولتعليم كل البنات اللي موجوده. المكان هنا انا واصحابي، المكان مختلف، فكرته جميله جدا، حلوه قوي ان حاجه تخص البنات وحاجه للبنات، وان في اهتمام بينا، دي حاجه عجبتنا يعني. وانا اكتر حاجه عجبتني فعلا في المكان دوت ان هو مش بس بيقدم اكلات ومشروبات وكده، لا ده بيقدم انشطه مختلفه، مكان اجتماعي بنتعرف فيه على بعض. احنا بنحلم ان الكافيه براند ويكون ليه فروع في كل محافظات مصر، عشان انمي البنت الريفيه، وتكون دي حاجه للبنت عامه في مصر كلها يعني.